الطرف على الطرف صح؟ صار عندي شو؟ قطعة مستطيل حجم صغير. بعدين رح نروح نجيب فرشاية وسمنة مذابة، بسم الله، وأروح أغطسها منيح منيح عشان تمشي معي. أوكي، وهيك سمنة، بدك تخلطي سمنة وزبدة كمان بيزبط صح؟ بعدين رح نروح نجيب عود خشبي، عود خشبي أمسكها من الجهة العريضة الطويلة، ما بدي من الجهة القصيرة، بدي من هون. بعدين رح ألفها هيك أشد 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 رفيع رفيع على السيخ وأمشي. شوفي تمام. بعدين رح نروح نجيب السائل من السمن المذابة، أوكي، وأفش قلبي في هالعجينة. شو أعمل؟ رح أمسك السيخ من هون جزء جزء من فوق، رح أمسك الطرف وأشد العجين لعندي كمان مرة، كل نتفة بنزل شوي لتحت، برد بنزل. لو أحكي لكم بإيش تذكرت الصبح وأنا بحضر فيها رح تضحكوا شوي. خليني أسأل أشوف المخرج إيش خطر في باله وأنا بعمل هذا الشكل، إذا حدا بالجاليري يعرف شو الشكل هذا. هذا الشكل بيشبه نفس طريقة اللي هي الفوارغ فوارغ الخروف لما بنحطهم على مقوار الكوسة لحتى نقلبهم على الوش الثاني، فهو هيك بيكون، احنا بنحشيهم على مقوار الكوسة فهم كتير بيشبه الشكل. رح أفك السيخ عن العجينة، أسحب، صار عندي شكل مجعلك صح؟ بحطه على البورد أو على توب المطبخ وبلفه بهالشكل، وصار في عندي وردة مجعلكة زي اللي بتشوفيها في المحلات صح؟ هاي رح تاخد الفورمة تحت الشواية أو بالفرن. شوفي كيف شكلها حلو، طلعي. هلا إحنا عشان تمسك الحشوة شو رح نعمل؟ رح نقفلها شوي زيادة كرمال هون تقعد الحشوة، وصار في عندي وردة من عجينة البقلاوة والسمنة. يلا محمد، حمد صالح، الو مساء الخير. كيف حالك؟ هلا يا سيدي، حياك الله. والله طبخ كيفو. الله يسعدك، يسعد هالمساء، يا هلا. طبخ كويس وانت محترمه. الله يسعدك، فيك البركه يا سيدي. يسعد. انا جايزه منك يا ما. علي صوتك شويه بس عشان اسمعك بوضوح. معك انا، تفضل. الو. يا سيدي معك، تفضل امرنا. انا جايزه منك. بدك جائزة؟ والله أنا جائزتي اليوم كسبت صوتك وسمعت هالصوت الطيب وتأكدنا إنك بصحة وسلامة، واسمك دخل على السحب. عمر 72 سنة، أدي جائزة منك. العمر قدامك، هاي اسمك دخل على السحب، إحنا اليوم ما عندنا سؤال وما رح ناخد أبداً أي سؤال ولا إشي. اسمك دخل على السحب وأتمنى من الله أنك تكون بكرة من المكرمين معنا وتفوز معنا، منيح؟ اتدلل، مساءك سعيد ويا هلا فيك. يلا رح نعمل حشوة الفستق الحلبي اللي أنا بدي أحطها، اللي هي حشوة المعمولة. رح نجيب شوية فستق حلبي، هيو، بدك جوز كمان بصير، ونزل عليها شوية سكر ناعم مطحون شوي، أيوة، وهي قطر. وهي ماء زهر. يا سلام، أوكي، نحركهم مع بعض لحتى يمسك معاي، يصير الطعم تمام التمام. شفتوا ليش بنحط الملون؟ عشان يصير اللون حلو. هلا اذا انت ما بتحبي بلا منه يعني مش مهم. شوفي عنا رقمه، رجعوا لي حمد. الو 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 يا بوي، انت معاي لسه على الخط؟ ايوه معايا يا بوي، معاي انت على الخط؟ ايوه ما بدنا يفوت اسمك معانا على السحب،
ولا بدنا نستنى لبكرة. 50 دينار كاش مقدمة من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون لعيونك الطيبين وتقديراً بس مجرد إحنا سمعنا صوتك إحنا كتير مبسوطين، وهذا أقل شيء ممكن نقدم لك إياه. 50 دينار كاش مقدم من التلفزيون الأردني. يا هلا ويا حي الله. شكراً ليكي. أبداً يا سيدي، بخدمتك. حياك الله، كل سنة وإنت سالم. يلا تعالوا نروح أنا وياكم، نروح على الستيشن، رح نحط هناك الوردات، أورجيكم صحيح الوردات على 180 من تحت. أعطيتها كعب، أورجيكم إياها، أعطيتها كعب لون، هيها شوفوا. بعدين من هون تحت شوية إشي بسيط. هلأ هذا اللي هون قطر، أول ما تطلع وهي سخنة فورا شربيها قطر، عشان شو يصير عندي عجينة بقلاوة. صح، إذا أنا هون صارت فيها قطر وكل السمنة الزيادة نزلت في الصينية، فلا تهكي لهم. لما بنصفتها بالصينية راح نحط عليها إحنا شو ندهنها من فوق بالسمنة. إذا حطيناها دهناها سمنة شويناها طلعت سخنة شربناها قطر، بعدين راح نروح نحشيها. يلا